تحية كبيرة لكم ميسر يزيدي، تتحصل على الدكتوراه الفخرية في علم الكواكب، هذه حرة من حرائر تونس. حرائر تونس. مدام ميسا، مساء النور. صباح النور. مشيت مساء النور. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الحقيقة سعيدة جدا اللي انت ضيفتنا في المرأة الناجحة، المرأة التونسية اللي مشرفتنا في البلدان الكل. كنا نتعرفوا عليك شوي. اسمي ميسا يزيدي، عمري 30 سنة، قمت بالجيولوجيا في كلية علوم بتونس، فكتبت شغل شنوني. جيت مسيرتي من كلية علوم بتونس جامعة صوت المنار من 2011 حتى 2016. بعدك خرجت لإيطاليا، بديت أول دكتوراه عملتها ما بين فرنسا وتونس، عملتها كوكتيل ما بين 2016 و 2017. في شنو كانت أول دكتوراه قمت بها؟ أول دكتورة عملتها على كوكب المريخ. كوكب المريخ. اللي تود متعالي هي موهو لاتين. بعد عام قسيت عليها وفي دكتورة أخرى في إيطاليا اللي هي معتها موما ولا من جامعة بادوا. تحت معتها معتها السيبور فينانسيين متاع وكالة الفضاء الإيطالية. دونك خدمت معتها على كوكب المريخ ومعتاد. خدمت معتها على الجيولوجيا على تكتونيك على الستركتور معتها بالشخصات والمورفولوجي. وزيك تخرجت ما تخصيت مرحلة دكتوراه معتها بدرجة فخرية معتها أخيت مع أعلى مرتبة في مرتبة الشرف معتها في الدكتوراه نهار 23 جانفي 2023. الحقيقة نجاحك فرحت تونس الكل، كل ما نلقاو امرأة تونسية ناجحة لازمنا نخطفوها وتكون حاضرة معنا، لازم نحكيوا عليها على خطر من طريقكم انتوما وعن طريقكم انتوما باش توجهوا العديد من الرسائل. اليوم الكل امرأة قاعدة تسمع فينا اليوم، شنو لازم نقولوا لها؟ نقولها راهي معناتها كأنك أول حاجة كامرأة معناتها ما عندهمش ناس إلا معناتها ما عندهمش إنجاجمون معناتها في الحياة مش كيش معناتها معناتها إنسان عادي معناتها أي ثانية باش تكون سهلة معناتها ماهيش سهلة معناتها فيك سؤال المرأة وإلا راجل ما كامرأة أون بارتيكولي خاطر عندها إنجاجمون في الحياة معناتها عندها معناتها ارتباطات دونك الحياة معناتها كل سوا مات المرأة ولا الرجل مش كون سهل حمي واحد مازالش مات يفقد الأمل وإلا مات الباس اللي بغاه وكاح ومات يرضى بالواقع كيف ما نقول دونك أنا نسيح نجحت في حاجة مي فشلت في ألف حاجة مش فشلت مي كانت في حياتي ألف أوبستاكل باش وصلت الحاجة دي كما مش هي سهلة بالكل. أكيد أكيد تعديت بالعديد من التحديات، العديد من الصعوبات في العمل وإلا في القراية، هذا ما وقفكش غادي. اليوم نحكي مع سيدة تتحصل على دكتورة فخرية، الحقيقة شرف كبير لتونس هذا. يعيشك شكرا. حتى لما تشرفني لما تكون أول تونسية خدمة في الاختصاص هذا، أول تونسية بيخلى في الفريق العلمي للمهمة الفضائية ديفي كولومبو الكوكب عطارد، أول تونسية تخدم عندها منحة من وكالة الفضاء الأوروبية، أول تونسية تدخل وتخدم داخل وكالة الفضاء الأوروبية والإيطالية. هذا فرحانة خاطر شرفني خاطر شرف بليتي معناتها هذايا جو ريبريزونت موا موا ميم جو ريبريزونت ان فيت مون بي. أكيد أكيد محلاها المرأة التونسية، الحقيقة محلاها محلاها المرأة التونسية، محلاها نجاح المرأة التونسية وكتفتخر عفوا انها تكون زادة تونسية. خلينا نزيد نشوفوا اش فما جديد. ميسا يزيدي شنو عندك جديد؟ جديد ان شاء الله باش نكمل معناتها ان باركور معناتها اكاديميك في الاسترونومي في الاستروفيزيك في الجيولوجي بلانيتير. دونك مسيرة مازالت كيف ما كنت توا بدات خاطر معناتها تيخو ان دكتوراه سي البرومي با دون ان باركور بروفيسيونيل اكاديميك. دونك كيف ما نقولوا هذه البداية هذه البداية ومازال مازال ان شاء الله هذه البداية ومازال تسمعت فينا معناتها سي الدكتوراه تسمي معناتها البرومي با دون ان باركور بروفيسيونيل اكاديميك. بالتوفيق ليك. بالتوفيق ان شاء الله باش نحلوا بها الباركور نتاع البلانيتولوجي وعلى الاسترونومي ولا الاستروفيزيك ولا السبيشال ان شاء الله في تونس. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. الحقيقه بالتوفيق ليك وان شاء الله على خطى ثابته. اكيد ان شاء الله مبروك ليك الدكتوره اكيد، وان شاء الله مبروك لتونس بك كذلك. مشكوره جدا على الرسائل المحلاه وبالتوفيق لكل خطواتك. ميسا يزيد شكرا على حضورك معنا.
يعيشك. شكرا يعيشك نايف طيب سليمة. شكرا. هذه تونسية، هذه ميتسة اليزيدي اللي تحصلت على الدكتوراه الفخرية، تخصصها هو علم الكواكب. أي نعم، أمل علم الكواكب. تقريبا حكيت على المريخ وعطارد في اللي دكتوراه متاحة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله بالتوفيق لكل امرأة تونسية. هذه حراير تونس، حراير تونس. شوي آخر نرجع